مرحبا طلاب، هسه ان شاء الله نكمل البارت الثاني مال الاورال سيرجري. عندنا الانديكيشن الاخر اللي هو الاستيك، يعني مرات يجونا بشت العياده يكون عندهم نستين كلش هوايه، يعني تصبغات كلش هوايه بالاسنان مالتهم، يعني لا سكالينج بولشينج بليتشينج الحشوه كل شيء ما ينفع وياهم. تمام، في حاله انه صاير عندهم تسمم بالفلورايد، تمام، ما ممكن انه اعالجه. فمثل هاي الكيسز انه يعني من الصعب انه الحشوات تنفعها او اي بروسيجر ينفعها، فهاي ممكن يعطيكم انديكيشن انه عادي تقلعون الاسنان. تمام، هسه عندنا كونتر انديكيشن اوف ذا تيث اكستراكشنز، يعني شنو هي الحالات اللي اني موانع، يعني اني ما اقدر اقلع بها الاسنان. تمام، in general the contraindication that sub divide into، يعني بصورة عامة راح تنقسم لي إلى قسمين، local contraindication و systemic contraindication. local معناها مثل ما أني كاتبة متعلقة بمكان القلع، يعني مكان القلع اللي حيكون بمشاكل تمنعني إنه أنا أقلع بيه السن، تمام، او تمنعني انه انا اقلع السن. السيستميك يكون متعلق بانه المكان ما بيه شيء، لكن انه المكان الثاني راح يكون بيه شيء. يعني على سبيل المثال انه اني يعني مثلا البيش انت مسوي عمليه او سيرجري بمكان معين، مثلا سيرجري بالهارت، تمام، واجيت انه انا قلعت السن، هو المكان بس ما بيه شيء، اوكي انا اقدر اقلعه، لكن انه الانفكشن ممكن تنتقل خلال مجرى الدم والبكتيريا، احتمال تاثر لي على مكان ما السيرجري موجود بالهارت. تمام، فراح يكون عندي لوكال وسيستميك. هسه حديدي يشرح لي كل وحده على حدا. يعني هسه عندنا انه اللوكال كونترا انديكيشن، تمام، عندنا ذير ار سيفرال لوكال كونترا انديكيشن تو الاكستراكشنز اوف ذا انديكيتد تيث، يعني عندي من ناحيه اللوكال، من ناحيه اللي يعني هو الاشياء متعلقه بمكان القلع، مثل عندنا اكيوت اند ان كنترولد انفكشن. شنو معناها؟ معناها انه يعني الاكستراكشنز ان ذا البريزنس اوف ذا الاكيوت اند ان كنترول انفكشنز ذا مي بي ليد تو السبريد اوف ذا انفكشن لوكالي اور سيستميكلي ليدنج تو ماني كومبليكيشنز سم اوف ذا ذيم ار دينجرز اند لايف ثريتنينج. مثلا عندنا كافيرنس ساينسز ثرومبوسيس، عندنا ميديستانسيسز، عندنا لودجينج الانيجيا اند اكيوت الابيكال ابسس اند الفيشال ابسس سبيشالي ان ميديكالي الكونفرسز الليبيشنز. ان اديشن تو ذا تو ذات ليميتيشنز اوف ذا ماوث اوبننج سبيشالي ان لوور ويزدم توث انفكشنز. بعض الطلاب مرات في بعض الاحيان دي يقول لي انه اني مكان هذا القلع مالتي اذا قلعته حيسوي لي سبريد انفكشنز، تمام، او يسوي لي انه انتشار للعدوى سواء كانت locally or systemically، يعني انتقال او انتشار للعدوى سواء كانت للاسنان المجاوره او للاماكن اخرى خلال مجرى الدم، تمام، وهذا حيؤدي الى مضاعفات كلش، يعني اكو مرات تكون خطيره خصوصا ذولي سيستميكلي اللي يكون يعني شو نقول هذول اللي مسوين السيرجري بوقت حديث، تمام، وانا سويت اكستراكشنز، فهاي الانفكشنز والبكتيريا راح تنتقل خلال مجرى الدم وتروح لهذا المكان، تمام، احتمال انه يعني تسبب له هاي الامور، تسبب له الحصاتيريا وغيرها، اوكي، انه البيشنت اللي يكون عندهم الميديكال هيستوري مالتهم يكون خطر، يعني الميديكال هيستوري مالتهم يكون هم متعرض، يعني شو نقول يعني هم عندهم احتمالية انه يصابون بعدوى او انه تنتشر عندهم عدوى كلش كبير، تمام، فيعني ذولي ما اقدر انه اني اسوي لهم هذا البروسيجر، تمام، او اسوي لهم حالة الاكزو، لان انا ما ادري شنو راح يصير لي وراها، احتمال انه مثل ما قلت لكم ذبحة صدرية، احتمال يصير عندي يعني مكان العملية يصير بالتهاب، يصير بفولد فشل، يصير بانه يعني
شو نقول نخور وغيرها تمام، فأنا ما أقدر أسوي هاي البروسيجر. ودي يقولي دي يقولي همي مثلا إذا شخص جاني وعنده حات إكزل الوزدم توث وكانت الفتحة مال الفم مالته كلش صغيرة، فأنا أخلي ببالي إنه أنا مثل هاي الحالات ما أقدر. ليش؟ لأن أول شيء أنا أحتاج فتحة كبيرة حتى الإنسترومات أقدر أدخلها وأزن بها السن. إذا كانت فتحة مالته صغيرة معناها إنه أنا احتمالها يعني أثناء ما إنه أنا أحاول أدخل استرومات تتأثر للأسنان البقية أو أكشط الأسنان البقية. تمام. نمبر 2 عندنا البريفيزز الراديوثيرابي، يعني دول جماعة اللي شو نقول اللي يتلقون الإشعاع تمام، او انه اللي يتعالجون باستخدام الاشعة تمام، او استخدام الاشعاع العلاجي اوكي، انه خصوصا العلاج مثل ما قلت لكم السرطانات سواء كان سرطان الفم الا كانسر بصورة عامة. هاي ذولي الحالات يعني كلش صعب انه انا اسوي لهم اكستراكشنز. ليش؟ لان ممكن يؤدي لي الى التليف تمام، فقدان بالتزويد الدموي اوكي. ففي حال انه انا سويتهم اكستراكشنز وهم كانوا يتلقون علاج اشعاعي، فبما انه هو الهيلينج يعتمد على التزويد الدموي، فالتزويد الدموي راح يقوم ويوصل لمنطقه الجرح، فراح يبقى عندي انه المكان مالتي ما يلتم، واذا المكان مالتي ما يلتم راح يصير عندي يسمونه الاوسيو راديو النكروسيس اللي هو نخر العظم او انه التهاب العظم الحاد او بما يسمونه يعني تليف العظم تمام. عندنا النقطة الثالثة اللي هو التيث located within area of tumor، يعني انه الاسنان الموجودة يعني داخل منطقة الورم. مثلا اذا كان عندي فد ورم معين واني اجيت يعني سويت اكستراكشنز لسن وهو اصلا الورم كان موجود، فانا خلي بالي احتمال اسوي انا سبريد لهذا التيومر، احتمال انه انا اسوي تنشيط لهذا التيومر، احتمال انه اني عن طريق الاكستراكشنز راح يدخل لي بكتيريا لهاي التيومر، احتمال انه يصير عندي يعني تضرب لي مكان يعني اثناء منه احتمال يعني التيومر او الليجن ينشال لي ويا السن، فراح يسبب لي انه فراغ يصير عندي تمام. يعني خصوصا في حالات انه اذا قلعت البريمورس وكان عندي ليجن والليجن هاي انقلعت ويا السن، فراح يسبب لي فراغ ما بين انه العظم وما بين انه منطقة المكزيلاري اير ساينسز تمام. فدي يقول لي انه سبيشال ان فازيكولار ليجن اور المالجنت تيومر شود نوت بي اكستراكتد بيكوز الاكستراكشنز ماي ليد تو ديسميشنز اوف ذا تيومرز اون الهيلد سوكيت اند both operative complications for example bleeding both operative and intra operative. يعني يقول لي خصوصا في الحالات اللي يعني اللي حالات اللي عندهم يعني مشاكل يعني اللي تكون دموية ويكون يعني المشاكل اللي بدها تكون الليجن يكون خبيث تمام. فمثل هاي الحالة أنا ما أقدر أستخرج، يعني مثل ما قلت لكم احتمال أنا أسبب تنشيط لهذا الورم، انتشال لهذا الورم، مضاعفات هواية، ما راح يصير عندي تزويد دم وما راح يصير عندي هيلينج تمام. فهاي كل شيء يعني لازم تخلوها ببالكم. هسه عندي إنه سيستميك الكونترا إنديكيشن، في حالة السيستميك انه يعني الصحة مال اجهزة الجسم مال الانسان تمام، يعني مثل ما قلت لكم احتمال انه يكون هو مسوي بروسيجر معين يعني خلال فترة معينة او خلال مدة معينة، واني اجيت وراها بمدة اللي اجاني مثلا مشيت للعيادة هو بدأ صمامات مال القلب وخل صلى مثلا شهر، اجيت اني ما اخذت الميديكال هيستوري مالته بصورة صحيحة، وهو يعني انه سنه مستحق اكزو تمام، اجت انا وقلعت له، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه البكتيريا راح يصير بها سبريد خلال انه خلال البلاست ستريم توصل لهذا المكان، فراح يسبب لي مشاكل كلش ومضاعفات كلش هواية وخطيره تمام. فدائما ليش احنا نقول الميديكال هيستوري تاخذه بشكل مضبوط وبشكل صحيح، وكل يعني كل شيء مسويه البيشنت وهاي لازم تكتبوه، لان اي بروسيجر مثل ما قلت لكم سويه البيشنت هذا راح ياثر لي على الـ يعني الـ الامور المتعلقه بالقلق تمام. ف يعني مثلا حتى لو مثلا مار مده على هذا السيرجيكال اللي مسويها البيشنت لازم انه اني اقول يعني مثلا بعدك تراجع، لو خلاص انه ما راجعت الدكتور ده بعد يراجع خل انه من الدكتور يعطيكم اذن
يعني انه هل انتم مسموح لكم تقلعون او ما مسموح لكم تقلعون، تمام؟ اذا كان انه مسموح لكم فا اوكي اتس اوكي، يعني انه تقدرون انه تشتغلون، لكن اذا ما كان مسموح لكم خلاص، تمام. شنو هي الحالات اللي لازم انا اخذها بنظر الاعتبار بالسيستم كونترا انديكيشن؟ ده يقول لي، ده يقول لي انه نمبر 1 انه السيرف ان كنترول الميتابوليك ديزيز، ان كنترول الدايبيتيز اند ستيج رينال ديزيز، يعني بحالات يعني امراض السكري ومرض الكلى، دول يكون عندهم الكلى مالتهم كلش تلفونه وهاي، وانه والدايبيتيز مالتهم يعني اصحاب السكر انه دايبيتيز ما مسيطر عليه، يعني ما ياخذوا لا انسولين، حقنه انسولين ما ياخذون، ادويه ما ناخذون، منظمات يعني مال او منظمه مستوى السكر بالدم وغيرها كلش متخربط مالتهم، يصعد كلش هوايه او ينخفض كلش هوايه، والفشل اللي عندهم فشل كلوي وغيرها، هاي ما اقدر انه اني اللي اشتغل لهم، لازم كلش انتبه بهاي الحالات، تمام. اللي عندهم ان كنترول ليكوكيميا اند لينفوفيز، يعني اللي عندهم سرطانات بالدم، تمام، الامراض الاورام اللمفاويه، تمام. فاللي عندهم سرطانات بالدم اوكي، معناها انا اخلي بالي السرطان بالدم يعني حيكون عندي ما راح يوصل تزويد دم من المكان اللي قلع، تمام. هو اصلا السرطان الدم احتمال ياخذ اشعاعي، فيعني اخلي بالها كلش الحالات خطيره. سيرف ان كنترول الكارديك ديزيز، مايوكارديال انفراكشنز، ان ستيبل انيجيا، بكروتيتيز، وعندنا الدايستروما الثايمسز، يعني دي عندهم مشاكل بالقلب، تمام، يعني مثل الاحتشام لعضلة القلب والذبحة الصدرية وغيرها، ذولي انه يعني انا ما اقدر يعني، او اللي عندهم مثلا الهارت بيت مالتهم او دقة قلباتهم مو منتظمة، هذا ما اقدر انه، خصوصا يعني مشاكل القلب يعني كل شيء تكون حالات يعني حرجة ما اقدر انه اتعامل وياهم. سيرف ان كنترول الهايبرتنشنز، يعني دول الاشخاص اللي يكون انه الضغط مالتهم يصعد وغيره وما منتظم مالتهم او ما منضبط، فهذا اخليه ببالي الاحتمال الانستيزيا تتعرض وياهم. بريجنس الحوامل، اكيد الحوامل اللي تعثر على الجنين. البليدنج ديزوردرز اللي هيموفيليا، بلاتلس ديزوردرز، وعندنا انوبيشن اون الانتي الكوليجنت، يعني ذولي اللي عندهم مشاكل بالدم مثل او اضطرابات بالدم، او يصير عندهم بليدنج كلش هوايه، يصير عندهم انه الاضطرابات بالصفائح الدمويه، اللي عندهم اللي يعني مرضى مضادات التخثر، واللي ياخذون الملينات وغيرها، ذولي كلش اهم ان اكون حذره وياهم، تمام. طبعا هذا التسجيل قد صار بي يعني اشياءات، المهم. فطبعا انه كل شيء جاي من دوم وحرفيا يعني كل شيء تعبان وهاي، فاحاول انه ما اخلي الماده يعني تتراكم، فسوري يعني اذا اكو شيء يعني غلط دا اقوله بساعه ودا احشي بساعه، بس يعني انه المهم انه توصل الفكره لكم، تمام. عندنا البيشنت هو تيك ا فيرسيو اوف ذا ميديكيشنز، يعني ذولي اللي البيشنت اون ذا سترويد اند الاميوني كومبرسز دراكت الكانسر اند الكيموثيرابي، يعني ذولي جماعه اللي ياخذون الادويه يعني ما السرطانات وما العلاج الكيميائي والمثبطه للمناعه وغيرها، ذولي هم لازم يعني اتعامل وياهم بشكل سبيشال، تمام. عندنا ان كنترول البليستيزي، يعني لذولي اللي عندهم صرع، تمام، هذول اللي عندهم صرع هم يعني تخيلوا انتوا تسوون قلع وهو جت حاله صرع، فايش راح يصير عندي؟ فهاي لازم تخلوها ببالكم، تمام. عندنا انه البري اكستراكشنز ايفولوشنز، هاي شنو معناها؟ معناها انه البي اكستراكشنز ايفولوشنز فيري افيلابل اند نيسيسري فور ا سكسسفول اكستراكشنز بارتكس الهري اند الاندكويت هما كاتبيها اي ثينك انه البيرسونال اي بيها شي بيرسونال، تمام. Of the case may be lead to many persons intra operative problem for the operators in addition to the post operative problem to the labish، يعني شو معناه؟ معناها انه يعني شلون نقول انه يعني اني لازم يكون عندي فكره قبل ما اسوي قلع، و
وهل انه اني هاي القلع مالتي حينجح ولا يعني الفكره ما بعد القلع. يعني على سبيل المثال اذا يعني كانت بيشنت تمام لو هذا البيشنت عنده سكر ما منتظم وضغط وما ادري يعني انا لازم اخلي ببالي هذا احتمال القلع ما ينجح عنده اوكي. او مثلا يجيني بيشنت انه يعني الكرون ما تطاير وعنده فقط الريتيندروز صار كل شوية إلى يعني تمام. فهذا هم راح أشوف إنه راح يكون عندي صعوبة بالقلع مالته. أو مثلا الأشخاص اللي عندهم باكت التوث أو إنه مثلا لا يجوني أشخاص السن بعد يعني زين موجود بس هو يريد يقلعه أوكي وإنه يعني مثلا جزء أكو مشكلة فهو يستحق القلع تمام. فهذا انه ايزي يعني ممكن انه انا قلعه فانا اتوقع انه النتيجه ما حتكون ناجحه. فهي هاي الفكره انه اني راح يكون عندي تصور قبل وبعد القبل انه يعني اشوف الحاله مالت الكيس مالتي انه الامور تمام. فالامور تمام راح ينطيني انديكيشن معين يقول لي يا بتر هاي راح يكون عندي الخطه مالتي ناجحه وراح اقدر انه انا اسوي قلع بشكل عادي سهل ما عندي شيء. اما الامور ده مو تمام في اكيد راح ينطيني انديكيشن انه لا راح تكون الامور عندي خطيره واحتمال انه يفشل عندي القلع تمام. شنو عندي انه ثواني البري اكستراكشنز ايفولوشن طبعا هي هاي الاختصار مالتها البري اكستراكشنز ايفولوشن. شنو انكلود شنو راح يشمل لي كلينيكال البري اوبراتيف ايفولوشنز وحيكون عندي انه راديولوجيكال ايفولوشنز. اول واحدة يعني حيكون انه التقييم السريري اللي هي تكون قبل الجراح يعني اني انه كلينيكالي من انه انا اتعامل ويا بيشت واشوف الكيس مالته. والثاني واحدة من يكون عندي من اتعامل ويا اشعة يعني التقييم الاشعاعي يسمونه تمام. الكلينيكال عندنا البري الاكستراكشنز ايفولوشن شنو يشمل جنرال ايفولوشن وعندنا لوكال ايفولوشن. هاي ذكر بوكيتها ما اي شرحها الدكتور لا صحيح اول ما شرحها لانه ما اتذكر يعني المهم انه الأول واحدة اللي هو جنرال ايفولوشن انكلود شنو يشمل لي يعني شنو يشمل لي التقييم العام تمام. اول شيء يشمل لي انه الانطباع العام للمريض بهذا الوقت من شرح لي اياه يعني او صار من شرح لنا الدكتور باللقاء اشقاقه يعني مثلا هذول الجماعه يجون انه يعني داقين وشوم على كل جسمهم تمام. فهذا راح يعطيني امبريشنج انه هذا يعني موشم. انا ما اعرف انه الشخص اللي مسوي له يعني او مسوي يمه وشم هل هو متبع الاجراءات الصحيحه بالا وشم هل هو متبع الاجراءات الصحيه بلبس الجلوفز وهاي الانسترومنت المستخدمه بالتاتو وغيرها نظيفه معقمه لو لا. لان مثل هذول البيشنت احتمال يكون عندهم السبريد مال الانفكشنز كلش سريع واحتمال ان الانفكشن هم تنتقل اليك للدنتست. فهذا الانطباع العام يعني اشوف الشخص اول ما يجين شلونه مشيته حركات جسمه شكله وجهه تمام. عندكم انه الهيستوري اوف ذا جنرال ديزيز عندنا نيورو النيرفسز اند الاورينتيشنز عندنا جنرال اور هايجينيك وعندنا جنجافال انفلاميشن كالكولاس وعندنا نيجليتد ماوث. يعني النقطة الثانية انه اشوف التاريخ المرضي للبيشنت يعني مثلا ذولي اكو بيشنت يكون كل شيء يعني ينقون هواي تمام وعصبيين ومتنرفزين وكل شيء نقولهم لا ولا 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 وما ادري شنو ونحاول انه مثلا اوكي هم يريدون قلع تمام. نجي دلنا القلع هاي يقومون بس يصيحون ولا وانا اخاف من الانستيزيا ولا تعطيني انستيزيا زي شلون يعني اقلع لكم اعطيك انستيزيا تمام. والذول اللي يعني كلش متنرفزين وواصلة روحهم والخشمهم وما يتحاجون وساعتين نتوصل بيهم حتى نعطيهم انستيزيا وما يقبلون. زين احنا شلون احنا نشتغل بدون انستيزيا عادي يشتغل زين هو قلع شلون يعني. وبعدين ندخل انستيزيا لا انا دا اتوجع وعلى كيفك يعني. ذول الاشخاص يعني
هذول لهم تعامل خاص يعني لازم يكون تمام. اما راح نشوف انه الاورال هايجينيك مات يعني نظافة الفم شلون، هل انه ترى اكو مرات يعني الاشخاص النظافة فمهم يتنفي الامبرشيكم مش قد نظيفين واللي فمهم لا انه كالكولاس وجير وتصبغ، لا نقول هذول يعني ما معتنين ما مهتمين بنظافتهم الشخصية تمام. فنظافة الفم هي من نظافتك الشخصية، فانت كل ما تهتم بي يعني كل ما انه تنعكس بالشيء الايجابي عليك تمام. وعندنا انه جنجيفال انفلاميشن، يعني دول اللي يكون يعني هم ما يعتنون باسنانهم ما يعتنون بالتنظيف، لا دنتال فلوس لا انه الموث ووش وغيرها، فنشوف انه لثتهم كلش ملتهبه، اللثه نازله الجذر طالع وغيرها، والكالكولوس مليان ومدري شنو، فيعني انه والفم مالتهم اصلا هاملينه، فهاي حينطينا فد امبرشنج انه يعني هذول تعاملهم يعني يكون سبيشال خاص تمام. عندنا انه اللوكال فاكتورز ايفولوشن انكلود شنو يشمل لي؟ يشمل لي انه انا راح اسوي ال يعني الكلينيكال اكزامينيشن اوف ذا اكيوسز التوث عندنا اجنسج الستراكشرز، يعني انا راح اسوي فد فحص سريري او فحص كلينيكالي للاسنان اللي انا اشوفها يعني اسنان انه تحتاج الى علاج، راح اسوي فحص للستراكشرز المجاوره لهاي الاسنان تمام. بعد شنو راح اسوي؟ راح اسوي انه ثواني access to the tooth that include the mouth opening location of the tooth the buccally employees is standing may be present difficulty in the positions that the dental forceps of extractions so you may remove such as the tooth surgically. يعني انه اني راح اسوي clinical examination، يعني راح اشوف انه وضع السن هذا المتسوس شلونه، راح اشوف انه الستركتشرز المجاوره لهذا السن شلونه، راح اشوف انه هذا السن او انه فتحه تنفم البيشنت كبيره اقدر ادخل انسترومنت هو لا، اشوف انه هل هذا السن يعني ممكن انه ينشال بسهوله لو مو ممكن ما كنت متاكد اسوي له اكس راي تمام. هل هذا السن مطمور ما مطمور، هل هذا السن الروتاتس مالته شلونه، عنده ليجن ما عنده ليجن تمام، هل هو يحتاج surgical extractions لو ما يحتاج. اوكي عندنا tooth mobility اللي هي حركة السن، انه tooth mobility of the mobility of the tooth to be extracted they should be assessed preoperatively greater than a normal mobility is a frequently sorry اللي seen with the surf dental disease but sometimes is maybe because of the underlying pathology like neoplasm. شنو معناه؟ معناه انه هذا السن اللي يكون بي الحركة تمام، فيعني انه اشوف يعني الاسنان اللي تكون بها حركه اغلب الاحيان تكون مرتبطه بالالتهاب اللثه، يعني الاشخاص اللي عندهم التهاب لثه وما يفرجون والجذور يعني اللثه مالتهم نازله والجذور مالتهم طالعه هذول اكثر الاحيان يصير عندهم خلخله بالاسنان، الاسنان مالتهم تتحلحل تمام، يعني هيك تتخلخل ممكن المصطلح غلط او هاي بس هي تتخلخل تمام، تروح منها وتجي منها، فهذا متزامن مع التهاب اللثه الشديد. اوكي او اللي عنده مثلا انه الكالكولس نايم على اللثه مالتهم، فمن اواخر الكالكولس راح اشوف انه اللثه مالتي نازله والجذر طالع، فهذا هم راح يسبب لهم حركه بالاسنان تمام. يعني انه هاي الحالات كلها انا راح اقدر اشوفها شنو كلينيكال، يعني انا بعيني راح اقدر انه الاحظ هاي الامور تمام. عندنا الكونديشن اوف ذا tooth. عندنا انه الكاريوسز الديستركشنز انه يعني الحالات السن مثلا اشوف انه السن انه كلش متضرر تمام. عندنا انه مثلا the presence of the large restoration اشوف انه مثلا انا مسويت له restoration معين وهاي restoration المعينة انه يعني خلاص وصلت الحد مالتها صار بيها مشاكل صار بيها اشياء تمام. انه presence or absence of the adjacent teeth يعني انه يعني
انظر انه شنو عندي اسنان موجوده شنو عندي اسنان ما موجوده، الاسنان المجاوره شلونها مشلونها، يعني انه مثلا مسوي حشوات ما مسوي حشوات كومبوزيت امالجام وغيره، تمام. نون فايتال التيث، اشوف انه اختبر حيويه السن بعد حيوه وما بعد انه منتهي السن ملتهب وغيره، ستيت اوف ذا سبورتنج التيشو يعني من ناحيه البي ليجمنت وغيرها اشوفها شلونها، انه الشيب بوزيشن لونج اكسس اون سايز اوف ذا الكرون، اشوف انه الكرون مات شلونه، ها صاير بمستوى اللاينز، ها صاير قاعد بالبوزيشن مالته الصحيح، الحجم مالته كبير صغير، هاي الامور يعني انه انا راح اشوفها عن طريق من انه انا اسوي كلينيكال اكزامينيشن للبيشن. بعد شنو عندي؟ عندي الاتريشنز اللي هو الجود انه البري اكستراكشنز ايفولوشن ريزلتد فروم كوركشنز اوف ديت كولكتد from history clinical examination radiographics and laboratory as in addition to that pre-extractions evolution need good knowledge and experience in the basic sciences such as anatomy physiology وباثولوجي. دا يقول حتى انه اني يكون يعني الشغل مالتي صح واسوي كل شيء على اتم الجاهزيه، لازم انه اني يكون عندي معرفه، لازم يكون عندي انه اني للبيشنت اسوي لك كلينيكال اكزامينيشن صحيح، اخذ هيستوري مالته من عنده بشكل مضبوط، ازيد تاكيد على الدايجنوستس مالتي، اخذ له اشعه، اخذ له ممكن انه تحاليل قد ازاي يسوي لي، تمام. لازم تكون عندي يعني معلومات بالتشريح، معلومات بالامراض، علم الامراض، معلومات بوظائف وفسلجية الجسم وغيره، يعني شنو مثلا انا دينتست وما اعرف شيء عن الادويه، تمام. شنو انا دينتست وما اعرف انه يعني عن الامراض وغيره، وهذا المرض شوكت يصير وهذا المرض شوكت ما يصير. شنو انا دينتست وما اعرف انه مثلا هاي العمليه تتعرض ويا الاكستراكشن، تتعرض ويا الاكزو، تتعرض ويا كذا، تتعرض ويا كذا. شنو انا دينتست وما اعرف يعني انطفد وصفه لبيشنت، اكيد هاي يعني انا شكو داخل طب، يعني كل هاي الامور بعرفها. حتى لو احنا مو شرط نعرف كل شيء، بس لازم نعرف البيسك اللي الاساسيه بطب الاسنان الاساسيه اللي تخصنا احنا، تمام. كدنتست شنو ممكن يساعدني البري اكستراكشن ايفولوشن؟ انه ديترماين ذا ميثود اوف اكستراكشنز اند ذا تايب اوف الانستيزيا، يعني مثلا اذا انا عرفت انه هذا السن، تمام، انه يحتاج السيرجيكال، فانا ححضر المواد مال السيرجيكال والادوات مال السيرجيكال، هذا يحتاج قلع عادي، احضر الاشياء مال قلع عادي. انه مثلا هذا البيشنت عنده ضغط سكر وغيرها، فاجيب مثلا انستيزيا انطي جرعات محدده او انستيزيا خاصه بهذا المرض انه ما تسبب له مثلا ارتفاع بالضغط او انخفاض بالضغط. نمبر 2 ريديوس ذا تايمز بين فور اكستراكشن، انا من عرفت الطريقه وحددت الطريقه وكذا، فانا ما راح احتاج انه اني اطول بالاكستراكشنز. يعني على سبيل المثال انه اني الميديكال هيستوري وكل شيء واشعه وما ادري شنو كل شيء اخذت، تمام. فيعني وشفت انه اكو مثلا الروت مات مثلا الميجر صاير شويه يعني مايل، فاني من اجي اقلع، فاني خالي ببال انه هذا الجذر مايل، تمام، فاحاول انه انا اسوي بروسيجرز معينه وكذا حتى يطلع لي بسع، مو مثل ما انه اني ما ماخذ لا اشعه ولا شو، مثلا يكون عندي ليجن او يكون عندي مثلا توث او الروت مالتي مال السن هيك منفرجات وكذا، فمن اجي اقلع اكيد راح اتاخر بالقلع وممكن اسبب دمار بالعظم وغيرها، لانه اني ما اخذت كلينيكال اكزامينيشن بالصوره المضبوطه. ريديوس ذا انترا اند بوست اوبريتيف كريتيسيز اند الكومبليكيشنز، يعني انا حقلل من المضاعفات اللي تكون قبل وبعد العمليه، يعني مثلا انه انا حقلل من الستريس مال البيشنت، راح يكون عندي فد ايماجينيشن ببالي انه مثل ما قلت لكم هذا الليسن بكذا ليجن بكذا روت بكذا شغلة. من أنا أجي أقلع أنا كلية هاي خلتها ببالي، من أجي أقلع أنا already يعني خلى هاي الأمور ببالي
فراح تكون الامور عندي سهله. لكن في حاله انه هذا البيشنت كان عنده مثلا ميديكال هيستوري ما اخذته وكان عنده مثلا امراض مسوي عمليات او عنده ليجن او اي شيء تمام وانا كليت هاي الامور ما اعرفه وجيت نطيته مثلا انستيزيا او وصفت له في الدواء وغيره فاكيد انا اخلي بالي هذا راح يسبب لي فشل العلاج وليس نجاح العلاج. هسه شنو عندي؟ عندي انه راديولوجيكال ايفولوشن تمام. اكيد بعض طلاب يعني احنا كل ما نقول الراديو اكيد انه الراديو كل شيء يساعدنا يعني انا اخذ اشعه للبيشنت كل شيء حيساعدني قبل الجراحه خصوصا في حاله الكيس اللي انا ما متاكده من عندها تمام انه يعني انه ممكن انه يساعدني حتى بالهيستري تو ديفيكولت اور انسكسسفول اكستراكشنز يعني ممكن انه يساعدني بتحديد مدى صعوبة هذا السن ولا قلع مات. يعني مثلا انه اكو اخذ اشياء على السن اشوف انه هذا السن اوكي ما بيشي انقلع بساعة فاقلع بساعة اشوف هذا السن الروت ما تطابق على الروت الثاني لا هذا اكو خلل اشوف انه هذا الروت متصل ويا الروت الثاني اكو خلل اشوف انه هذا الروت بالابيكال مات بي يعني بي ليجن هذا خلل تمام انه يعني اشوف انه يعني النقطة الثانية كرون with the excessive caries large restoration non vital teeth when the diagnosis is non certain on tooth is malposity يعني في حالة إنه كان عندي يعني رديت أتأكد مثلا إنه إيش قد واصل عندي التسوس هل عندي ليجين هل عندي ألسر هل عندي إنه مثلا مسوي أني البيشنت مسوي restoration مسوي end وغيرها كل هاي أمور إذا رديت أعرفها تمام وما قدرت أشوفها بالعين المجردة رح أسوي لي قلع رح أسوي لي أشعة تمام. عندنا مثلا tooth which is abnormally resistant to forces extractions يعني ال إنه ال أشوف مثلا إنه هذا السن يعني إنه صعب مدى يطلع لي مدى يستقبل او مدى يجاوب ويا الفورسبس ويا الفورس اللي انا مسلطتها على هاي الادات بدي اشوف انه اكو صعب مش اكو صعب انه لا يعني اكو خلل اكو صعوبه مدى تخليني انه انا بدي اقلع هذا السن. فبهاي الحاله بدي اشوف اكيد انا راح ادز اسوي لي اشعه تمام حتى اشوف انه الخلل مالتي شنو صاير انه ليش السن مدى يطلع لي انه اف افتر clinical examination you decide to remove the tooth surgically يعني انه يعني اللي بعد انه الفحص وكذا انه وبعد ما انه اخذت اشعة تقدر تقرر اما سوي قلع او ما سوي قلع اما يكون القلع ماتك عادي ويكون القلع ماتك surgical تمام. عندنا انه any tooth which is in close relation to implant important sorry or vital structures like neurovascular canal maxillary sinuses mental nervous nasal cavity يعني اكيد انا حخلي بنظر الاعتبار انه هذا السن والبوزيشن مالته يعني مثلا اكو السن الموقع مالته يم الماكسيلاري اير سينسز فاكيد انه اني من اريد اقلع لازم اخلي ببالي انه أنا عندي ماكسيلار إيسانس فما أقدر إنه أنا أتلاعب بالإكس وأسوي برشر كل شوية احتمال يسبب لي فتحة تمام. أعرف إنه هذا المكان السن جوا نيرف أعرف إنه هذا السن جوا المينتال فورامين فأكيد إنه أنا من أعرف الأناتومي مال أورال كافيتي وأعرف كل سن شنو جوا وكل سن وين بوزيشن مالتي أكيد هذا رح يسهل لي هواي أمور تمام. إنه مثلا عندنا التريشنز تيث إن الادولوري الابيشنز ماي بي اسوج وذ الهايبر سيمنتوسيس يعني في حاله انه كانت عندي الهايبر سيمنتوسيس احنا اخذناها بالاورال بالمرحله الثانيه يعني عندي سيمنتوسيس كل شيء هواي صار بمنطقه الابيكال فهاي راح يسوي لي انه صعوبه انه اني اقلع السن يعني راح يبقى هذا الكتله الصلبه ملتصقه بالروت تمام. ف عن طريق الاشعه راح اقدر اشوف هل هي موجوده اما موجوده. عندنا اف اذا tooth is partially erupted or completely unerupted or retained root يعني حشوف من خلال الاشعه هل السن كامل الظهور النص ظاهر والنص ما ظاهر او انه هو داخل مطمور داخل العظم او انه يكون عندي مثلا جذر متبقي في داخل العظم. any tooth which has been subjected to trauma يعني انه اي اسنان يكون انه يعني مثلا متعرضه لحادث او صار بها كسر او شيء او صار بها فطر او
او الروت صاير بي مشكلة او هاي حقدر اشوفه انا من خلال الاشعة. هسه عندي انه ال futures of the root and or alveolar bony maybe present, انه يعني مثل ما قلت لكم كسر عندي بالعظم او كسر بالجذر او غيرها ممكن انا اشوفها من خلال الاشعة. عندنا an isolated maxillary molar especially if it is unbossed and over erupted, the bony support of the such tooth is often weakened by the presence of the maxillary sinuses and this is maybe بريدابوس التوث certain of the oral internal communications or fractures of the maxillary tuberosity. يعني في حد يقول لي انه في حد انه انا ريدت اسوي قلع للاسنان الموجودة بالابر, يعني مثلا خصوصا البريمولارز, تمام البريمولارز والمولارز يعني ما بين دول الاثنين, اخلي بولي ترى فوق هاي الاسنان فوق الجذور مالتي رح يكون عندي maxillary air sinuses, اذا انا سويت extractions غلط رح يكون عندي فتحة, هاي الفتحة تربط لي ما بين منطقة النيزل كافيتي وما بين منطقة الأورال كافيتي, حيكون عندي فتحة تمام. فأي شيء ممكن إنه يشرب البيشنت أو أي يعني يقوم إنه يطلع لي من هاي المكان الفتحة تمام, فهذا المكان كلش خطر, مكان ما بين البريمولرز وما بين المولرز. من أريد أقلعه أخلي بالي أنا عندي ماكسيلاري إير ساينسز, أحاول ما أصلت فورس قوية بهذا المكان لأن احتمال يسبب لي فتحة تربط لي ما بين الأورال كافيتي وما بين إنه النيزل كافيتي. عندنا إنه whatever's underlying bony pathology is suspected cystic lesion tumor وغيرها, يعني مثلا انه شو نقول مثلا في حالة انه من خلال هاي الاشعة هم اني اقدر اشوف اذا كان عندي فد تيومر, اذا كان عندي مثلا ليجن معينة سيست معينة هم راح اقدر اني اشوفها بهذا المكان تمام. راح يكون بعد شنو عندي any systemic condition which may be a bread boss to dentals or alveolar abnormality like, يعني اي حالات systemic تكون متعلقة انه هم تعطيني فد يعني شو نقول إلها علاقة بالالفيولار بون وإلها علاقة بالأسنان. شنو مثل هاي الحالات, يعني شنو عندي هاي الحالات اللي أشوفها يعني ممكن ألاحظها بالأشعة وتكون هي مو طبيعية. عندنا مثل الأسوتيتس الديفورمينت اللي هو يسموها بجت ديزيز, هاي ما يكون عندي شو نقول الجذور اللي ما تكون يعني ملحومة تمام. يقول in which the roots are hypercementoid and enclosed leading to difficult extractions where infections of the socket, يعني الجذور تكون عندي ملحومة أو في بعض الأحيان يكون عندي hypercementosis يعني كتلة صلبة ملتصقة بالروت, فمن أني أشيلها حيبقى لي كلش مكان يجي جوا فارغ واحتمال يصير عندي infections وهاي الinfections تسبب لي بانتقال البكتيريا ويكون عندي صعوبة بالهينج. عندي cleidocranial dysostosis for الاسيديو الانتيدونشيا المولتيبل امباكشنز الهوكيد روتس اكرز سوبرنيوميراري الاتيز, هاي يا بعض طلاب نفس هاي الصورة, يعني ذول الاشخاص اللي يكون عندهم يعني مرات يكون عندي مرض جيني او وراثي يسبب عندي خلل بالعظام الوجيه بعظام انه الراس بعظام الصدر, يعني مثلا هنا يكون ما عندهم الكلافيكال عظمه الترقوه ما يكون عندهم, هنا يكون يعني مشاكل بالبونز الموجوده بالوجه, هنا يكون عنده مشاكل بعظمه الراس, هذا تشوفون هنا شلون عنده مشاكل. فمثل هاي الحاله انه ايش راح يسبب لي هنا راح يكون عندي انه تقوم يعني الاسنان راح يكون بيها الزيادة تمام, تطلع لي كل الزيادة بالاسنان, حيكون عندي امباكت التوث كل شيء هواية, فمن اسوي اشياء راح تكون هيك الاسنان تطلع لي, تلاحظون انه شلون هيك امباكت التوث واسنان فوق اسنان وما ادري شنو, هاي يكون عندهم يسمونه الكليدو الكرينال ديستوسيس اللي هو يكون عندهم مشاكل اما بعظام انه الصدر او الراس او العظام الوجه, وهذا المرض يكون مرض وراثي. عندنا انه patient who have receives therapeutic irradiations to the jaw which may be have to breed both to osteo radio necrosis, يعني دول ياخذون اشعاعي وعندهم cancers بالoral cavity
هاي ممكن انه يسبب تاخر كل شيء هوايه بالهيلينج، وانه يعني مثلا اذا سبب يعني سويت اكزو راح يتاخر عندي الهيلينج مال العظم، احتمال يصير عندي انه نخر بالعظم. عندي الاوسيو البتروسيس اللي هو ماربل بون ديزيز which cause extractions very difficult and red boss to chronic osseo malitis. هذا بعض الطلاب هذا شنو يكون عندي؟ يكون عندي density مال العظم كلش هو كلش قوية، بحيث انه يعني اول ما اخلي فورسس على السلاح يطق عندي تمام، ويكون يعني شلون نقول كلش حواجه صعوبه بمثل هاي الحاله، يعني اللي يكون عندهم الدنسيتي مال العظم كلش قويه تمام، فهذا راح ينطيني انه راح يسبب له صعوبه بالقلع، واول ما اخلي الفورسبس على السنين ينكسر عندي وكذا، فهاي الحالات حيكون كلش خطره يعني، ولازم انه اعتبرهم كسبيشال كيس يعني اتعامل وياهم. هسه عندي انه a good radiographic and careful interpretations may give or aid to the operator to many factors that may cause difficult extractions. يعني التصوير الاشعاعي انه ينطي للاوبريترز والدنتست انه يعني شلون نقول تشخيص ووصف دقيق للكيس مالته، حتى هو بعدين يقرر هل هذا الكيس اقدر انا اقلع له او ما اقدر اقلع له، وشنو هي الصعوبات اللي ممكن نواجهها تمام، مثلا abnormal number and shape of the roots، يعني عدد الروتات عدد الجذور مالتي اما تكون هواية او الشكل مالته مو طبيعي، ملتحمات منفرجات طبقات على الروتات مال السن الثاني تمام، يكون عندي يوني الفيرالبلز روت الباتيريون، يعني النمط الجذري مالته يكون مو هذا النمط العادي اللي احنا نشوفه، لا احتمال يكون عنده اشكال نمطيه ثانيه، فاحتمال انه يسبب لي هذا الشيء يعني تكون كلش ملتصقه بالعظم، بحيث انه من اريد ان اسوي الاكزو كلش صعوبه اواجه هذا الشيء. كاريز اكستنت تو ذا روت ماس، يعني انه الكاريز هذا ممتد انه عابر لي منطقة الابيكال وصايل لي مثل الليجي مثل الكتلة الصليبة، فهي خلي بالها من شي صعب فراكشرز اور ريزوبشنز اوف ذا روت، من يكون عندي فطر بالجذر او انه صار عندي ريزوبشنز بالجذر، فمن اني اريد اقلع احتمال انه الجذر راح يبقى لي متفتت في داخل البون. عندنا الهايبرسمنتوسيس اوف ذا روت، من يكون عندي بمنطقة الروت كتلة صليبة من السمنتوسيس افراط بتكوين السمنتوسيس او السيمنتوم تمام، من يكون عندي اني كلوسز ذير از نو سبيس ان بيرودنتال ليجمنت اند سكلوروسيس اوف ذا بون، من يكون عندي يعني شلون نقول السن مات صار تقريبا مع مستوى الجنجيفا تمام، ما راح يكون عندي اربطه ما بين السن وما بين العظم، فمثل هاي الحاله هم لحاني ممكن اقدر اشوفها بالراديوجرافيك. عندنا جيمنيشنز ذا ديفلوبمنت اوف ذا تو تيث فروم وان الاباد، من يكون عندي انه هي البرعم واحد ويطلع لي بها تو تيث يعني سنيا ببرعم واحد، هاي اخذناها بالاورال قبل تمام. امباكشنز من يكون عندي يعني شو نقول امباكشنز يعني هي العلاقة بالامباكت التوث تمام. دي بوني سكلوروسيز اند باثولوجيكال ليجن، من يكون عندي يعني التليف بالعظم ومن يكون عندي الليجنات اللي هي تكون مرضية اللي ممكن ان تتحول الى تيومرز وغيرها تمام. وعدنا اخيرا وليس اخرا انه اللي also careful interpretations of the radiographic may be also reveal or show the possibility of the following complications، يعني ممكن انه هذا الراديوغرافيك تكشف لي امكانية انه هل ممكن ان تحدث مضاعفات او ما تحدث مضاعفات، مثل عندنا involvement of the off and the damage to inferior dental nerves and the mental nerves such as انه extractions of the impacted lower third molar. الثيرد مولر الموقع ما اتصال موقع نيرف تمام، اللي هو inferior alveolar nerve تمام، فاخلي ببالي اي حركة غلط انا اسويها خلال الاكزما الثيرد مولر فاحتمال يصير عندي infections or affected بهذا النيرز، واحتمال يصير عندي خدر انه هاي المنطقه كلها تتخدر عندي او يصير عندي شلل بهذا المكان تمام.
او مثلا اقل من يكون عندي بالبريمولرز والمولرز واللي هي تكون مقابله للساينسز. عندي ذا السيرتشنز اوف ذا اورا انترا فيسيشولا اور ذا اورا نيزال لايك كوميونيكيشن. يعني هاي في حاله انه مثل ما قلت لكم بريمولرز والمولرز هاي المنطقه تكون مقابل ماكسيلر ريسنسز، ممكن اذا قلعت بشكل خطا يسبب لي فت كوميونيكيشنز راح يكون عندي او فتحه ما بين النيزال كافيتي وما بين الاورا كافيتي، راح يكون عندي ذا ريتينشنز اوف ذا انترا بوني باثولوجي such as cyst. ممكن انه الـ يعني الـ اشوف انه الـ يكون عندي الـ فت سيست معينة او لجن معينة او انه موجودة بهذا المكان، فاخلي ببالي يا ترى هذا اكو سيست او لجن بهذا المكان، فانا من اريد اقلع ترى انا حواجه مشكلة حواجه صعوبة، تمام؟ هل انا اقدر اتخطى هاي الصعوبة؟ لا ما اقدر، تمام؟ انه displacement of the root or the teeth into the maxillary sinuses، يعني انه احتمال انه اثناء ما اذا اسوي اكزو للبريمولرز والمولرز بحركة غلط بالروتات انه ممكن انه مثلا الروتات هم تأثر لي على الماكسيلاري ساينسز وسبب لي انتقال بالانفكشن المال للماكسيلاري اير ساينسز، راح يكون عندي فراكشرز او ذا ماكسيلاري تيوبرسيتي. يعني انه الماكسيلاري تيوبرسيتي هي صار هنا باخير الفك العلوي، تمام؟ فاحتمال اي من اريد مثلا اقلع الثيرد مولر بالماكسيلاري احتمال حركة غلط بالفورسز راح يسبب لي، هاي منطقة عظمية تعتبر، فأي حركة غلط احتمال انه يسبب لي فد سايد افكت لهاي المنطقة الماكسيلاري تيوبرسيتي وتتورم عندي وسبب لي كلش مشاكل، واحتمال هاي المشاكل هم تتعلق لي بالتي ام جي، يعني تنتقل لي للتي ام جي، تمام؟ واللي هنا خلاص البارت 2 من او اللكتشر الثاني من الار سيرجري، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. وطبعا انه انا هم راح اخليكم اللينك مال قناه مالتي بالتعليقات، واي سؤال تقدرون انه تسالوا لي اياه، وشكرا.